الكرام. فاصل وأحمد الشافي ضيف برنامج قبل الجولة المشرف العام على الكرة العرباوية بعد هذا الفاصل والحلم العرباوي مع أبو مبارك. العزيز انت يا شمعة املنا جيت عرباوي جيت عرباوي جيت عرباوي البطل انت غريبنا جيت عرباوي البطل انت غريبنا انت انت اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب بضيفنا اللي انضم معنا والمشرف العام على الكره بنادي العربي الكابتن والنجم احمد مبارك الشافي. مساك الله بالخير مبارك. مساك الله بالرضا والنور والعافيه. وقبل اللقاء احب ارفع اسماءات التهاني والتبريكات الى مقام سمو الامير الشيخ تميم بن حمد، والى سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه، والى جميع الشعب القطري الكريم على هذا اليوم الوطني اللي فعلا فرحنا فيه وفرح فيه الشعب والمقيمين. ونتمناها ان شاء الله تكون فال خير وتكون ان شاء الله من تطور الى تطور ان شاء الله على المستوى الرياضي. ومبارك للجميع ان شاء الله ولكل المشاهدين باذن الله. مشاهدينا الكرام، اليوم حديثنا عن نادي العربي وعن تاريخ نادي العربي وعن الحلم الذي ينتظره جمهور نادي العربي، وخاصة بعد رجوع أحمد الشافي، يعني عفوا بعد يعني ما جاء أحمد الشافي لنادي العربي وعاش في أروقة هذا البيت العريق وهذا النادي صاحب الإنجازات والتاريخ، وماذا شاهد في النادي وماذا سيفعل في نادي العربي في الفترة الجاية وماذا يحتاجه نادي العربي حتى يصل إلى منصات التتويج. تمر الأيام وتنقضي السنوات ويبقى النادي العربي حلما كبيرا متصاعد الأطياف مترامي الأطراف في قلوب المتيمين، والباب عشاقه وجماهيره وأنصاره ورجاله. العربي الذي صنع تاريخا كرويا رياضيا طويلا بمحصلة بطولات كبيرة ما بين 7 ألقاب لدوري نجوم قطر وثمانية ألقاب لكأس سمو الأمير وبطولة كأس ولي العهد و6 بطولات لكأس الشيخ جاسم. لم يكن حصد البطولات هدفا أوحد لقلعة العربي الكبيرة، بل طالما أنجبت الأحلام واقعا يحرك مياه الكرة القطرية بل والخليجية، فقدمت نجوما وأسماء كبيرة كانت دوما في خدمة منتخبنا العنبي، ولا يزال العربي لاعبا أساسيا ورقما صعبا كبيرا في محراب خدمة الكرة القطرية كلها. تاريخ كبير تزينه بطولات عدة، لكن السؤال دوما يبقى عن الحاضر والمستقبل. النادي العربي متى يعود كما كان؟ وكيف السبيل إلى امتلاك الزمام؟ وبين السنوات المزدهرة الخضراء والسنوات العجاف الصعاب يبقى أهم سؤال، الأحلام التي طال انتظارها متى تتحقق؟ مشاهدينا الكرام، قبل ما ابدا الحديث عن نادي العربي نبي نعرف القصه والموضوع اللي حصل مع احمد الشافي لاستلام الزمام بالكره العربويه. بمبارك، حدثنا متى صارت المفاوضات ومتى بديت ومتى الطلبات اللي كانت موضوعه من احمد الشافي لاداره نادي العربي؟ لا، حد الان انا ما دخلت مع نادي العربي بالضبط. انا كلمني الشيخ خالد طال عمرك في نهايه الموسم اللي فات على اساس انها نكون يعني كمشرف عام او مدير الكره في نادي العربي. طبعا ما اعطيته طبعا الموافقه المبدئيه لان اشوف الاجواء بشكل عام. قابلت المسؤولين عن الرياضه بشكل عام في قطر، في اتفاق كامل من كل المسؤولين على رجوع هذا النادي.
وعلى رجوع جمهور العربي للماسة في المدرجات. تمت الموافقة مع الشيخ خالد، تحول الموضوع إلى مجلس الإدارة اللي هو الأخ هتمي الهتمي، قعدنا معه رتبنا الأمور كلها، رتبنا أمور. أهم شيء اللي كنا يعني واثقين فيه أن العربي ما رجع مش أن يعني ناقصة محترفين ولا ناقصة إدارة، أفضل إدارات موجودة في العربي، أفضل محترفين موجودين في العربي. العربي كان ناقصة اللاعب المواطن، حتى شرحته في أول مؤتمر صحفي كنت فيه، قلنا العربي محتاج من 7 إلى 8 لاعبين زينين يردون صورة الفريق. يعني العربي من موسمين كان لاعب مباراة فاصلة ينافس على الهبوط، السنة الجاية اللي هو السنة اللي بعدها اللي هو دخول الشيخ خالد جاب لهم محترفين خلاهم يطلعون من الرقم 13 و12 إلى الرقم 9 و8. اليوم احنا قدرنا نجيب لاعبين يعني نقول يعني على مستوى كويس او مستوى زين، وصلنا اليوم قاعدين نفكر من الرابع للخامس، يعني عارف اللي صار الفريق شكله احسن، بس بعد ما زلنا نطمح في المزيد. يعني حتى وعود المسؤولين في الفتره الاولى عن بعض اللاعبين ولاعبين يعني ستار في انديتهم، هالموضوع ما يعني للاسف انه وعود ما تحققت. فنتمنى الان عندنا مجلس التعاون جايه بطولة العربي يمثل فيها طبعا قطر، فنتمنى من المسؤولين وقفة صادقة مع هذا الفريق للمجلس التعاون والبطولات اللي بعدها. أحمد جيت، عادل لامي، دامي تراوري، يوسف أحمد، هذول أفضل يعني لحد الحين اللي شفناهم موجودين على اللي جو لنادي العربي. شفنا البعض قاعد الحين يطالب يقول لك خوخي أبو علام ليش ما يتحرر من خط الدفاع إلى خط الوسط؟ زولا، الكابتن زولا يعني مدرب الفريق أيضا صارت عليه استفهام، علامة استفهام كبيرة، خاصة في آخر 5 مباريات 6 مباريات ما صار وضع الفريق هو وضع الفريق اللي بدأ بداية الموسم. شوف حتى اللاعبين اللي عطونا إياهم اللي هم تراوري وعادل لامي، يعني حتى كإدارة منتخب يبون بعلام يلعب في مركز اللي في المنتخب. طيب احنا اليوم عندنا مدرب جايبينه اسمه زولا، قعدنا معاه ووضحنا النقطه هذه، ان هذه رغبه مسؤولين ورغبه يعني منتخب مصلحه عامه. قال انا اشوف ابو علام في هالمركز يؤدي احسن من خط الوسط. احترمنا رغبته، هذه رغبه مدرب ما تقدر تجادله فيها. اذا انت تبي تدعم مدربك وتبي ينجح لازم تدعمه. واتضح في الاخير ان حتى مباراه المنتخب الاخيره الثنتين لعبناها مدرب المنتخب لعب ابو علام قلب دفاع، لكن بعلام طرد مرتين عند خلال القسم الاول. لازم يطرد، كل مدافع معرض للطرد، شيء طبيعي ان المدافع ينطرد اذا دامي تراوري. دامي للاسف الاصابات الزايده اللي فيه، وللاسف ان حتى رجوعه تمزق من الدرجه الاولى مثلا اول ما جانا، قعد حوالي 25 يوم لحد ما رجع المباراه اللي بعدها لعب مع الغرافه وصار تمزق اخر، فاللاعب مش متوفق مع الاصابات، لكن الحين ان شاء الله جاهز، راح يكون معانا في مباراه الوكره. دامي جاهز ان شاء الله. هو ليس لشهر يناير، لا لشهر 6 ان شاء الله بيكمل معانا. عندكم موافقه؟ ايه عندنا موافقه وخالصين معه. عادل لامي كلهم موجودين معانا خالصين معه. انزين الحين العربي دام اللي هو دوترا واشكان، البعض يقول لك ليش ما تبدلهم؟ حتى ردفاني يعني مش في المستوى المأمول لنادي العربي. شوف أول شيء طبعا خلي الجميع يعرف أن جينا نادي العربي لقينا هالمجموعة قدامنا، هذا المجموعة الموسم اللي فات، وملف المدرب وملف اللاعبين الأجانب احنا متفقين من الأداب من الأساس، ماسكها الشيخ خالد. الشيخ خالد هو الداعم الرئيسي لهالموضوع، وهو يتحمل اللاعبين الأجانب والمدرب. شغلي كأحمد واتفاقي مع الشيخ خالد اللاعبين المواطنين اللي ناخذهم من الانديه الاخرى، اللاعبين الشباب اللي راح نشتريهم، لان احنا يعني الارضيه اللي اول ما اشتغلنا عليها انا اقول لك ارضيه كانت يعني معدومه. يعني اول اجتماع مسكنا رؤساء الاجهزه في نادي العربي، مسكنا رئيس قطاع الشباب اللي هو حمد السليطي، راح تتفاجئ اذا اقول لك سالته كم لاعب شباب عندنا في النادي؟ قال لي 5 لاعبين. تخيل نادي مثل العربي يعني 5 لاعبين، وين الباقيين؟ قالوا راحوا دورات عسكريه، راحوا يدرسون برا. فانت شلون تبي تشتغل؟ شلون تغذي الفريق الاول؟ انت عندك مشكله في الفريق الاول، عندك حلين، يجيب لاعبين من انديه ثانيه تستقطبهم
وفي انديه ما تعطيك اللاعب الزين اللي عنده، عارف؟ لانك يعني ترفع من الشباب للفريق الاول. يوم لقينا 5 شباب اضطرينا نرفع 7 من الناشئين يلعبون شباب. تخيل 7 من الناشئين اجباري يحق لهم اللعب الناشئين، رفعناهم شباب على اساس نوازي العمليه، على اساس فعلا يكون عندنا رافد قوي للفريق الاول. فالموضوع مش بسيط. بس في سنه من السنين مبارك عبد العزيز حاتم اقرب مثال موجود في النادي العربي من فريق الناشئين الى الفريق الاول، ما لعب ولا مباراه مع فريق الشباب. اللاعب الزين يفرض نفسه. مش عبد العزيز حاتم، لاعبين كثير، مبارك مصطفى من الناشئين الفريق الاول. احنا نتكلم على اقرب مثال كان عندنا عبد العزيز. الموهبه فالح موهبه ما تقدر تمسكها. فعبد العزيز شيء طبيعي انه من الناشئين لعب فريق اول. يعني ما اعتقد والفريق الاول يعني ما نبي نروح سنة بعيد. كم دخل عبد العزيز الفريق الاول؟ احنا ما نبي نروح بعيد عن موضوع عبد العزيز. انت في بدايه الموسم دخلت صدامات كبيره مع اتحاد كره القدم مبارك على موضوع العربي، وانت اللي كنت يعني محتاج ان الهدوء والاستقرار في نادي العربي حتى مع اتحاد كره القدم. لا، موضوع عبد العزيز كان سهل وكان ممكن حله، عارف؟ المصيبه مش هذه. المصيبه لما جيت قعدت اول قعده مع رئيس النادي سيد هتمي اتفاوض معاه على موضوع عبد العزيز حاتم اللي بنخلص موضوعه، قال لي موضوع عندك في موضوع اخر. قلت له ايش يا ابو علي؟ قال لي بكره اذا ما سددنا فلوس بعلام، بعلام يحق له الانتقال. تخيل، هذا للحين ما وقعت اي ورقه رسميه مع العرب. رحت السماعه كلمت الشيخ خالد، قلت له بكره اذا ما تحول مبلغ بعلام انا ما راح اقبل المهمه من البدايه، لان اذا بخسر عبد العزيز وبخسر بعلام ايش قاعد تعمل في النادي العربي؟ انت خلاص انت فاقد 2 في المنتخب الاول طلعوا منك. ثاني يوم مشكور شيخ خالد حول مبلغ ابو علام بالكامل وقدرنا نوقع مع ابو علام. قعدنا مع عبد العزيز حاتم. عبد العزيز لا رغبه في النادي العربي. وقال لي احمد انا العام وقفوني مع 5 لاعبين وانا كنت كابتن الفريق وفي اهانه. وهو قاعد عندي كلمت هتمي قلت له عشاني الان ترفع الايقاف، وهو قاعد عندي وجاء مسج من قناه الكاس رفع الايقاف عن عبد العزيز والاربع لاعبين اللي معاه. ثاني يوم بعث لي مسج ان احمد انا منحرج منك، انا وقعت مع الغرافه من 5 ايام. خلاص قطع الاتصال بيني وبينه، فكان محرج. ففي مشكله ان المبلغ اللي له الحين يعني نقدر نقول احمد الشافي اول مواجهات المشاكل اللي واجهته فريق الشباب لم يكن جاهز لتدعيم الفريق الاول. بالضبط، ما في لاعبين، والان اضطرينا نجيب واحد من احسن الكشافين على مستوى الشرق الاوسط اللي هو السيد لوكا. شغلته يكتشف لك حتى اللاعبين الانديه الثانيه، والانديه احنا حاطين ميزانيه الان نشتغل عليها نشتري لاعبين حتى الانديه الدرجه الثانيه الموهوبين نجيبهم في نادي العربي اساس نزرع فريق للاشبال والناشئين والشباب على مستوى خلال الخمس سنوات الجايه يكون رافد قوي للمنتخب الاول. واحنا عملنا الان نقول لك الاساس اللي قاعدين نشتغل عليه هو الفريق الاول فريق الشباب. الباقي انا ما اعتبره اساس. شوف احمد الشافي بكره يمكن يطلع الموسم الجاي يطلع زولا يطلع، هذول مش اساس، الاساس الفريق الاول. هذا قاعدين نشتغل عليه وقاعدين نشتغل على فريق الشباب ان نسوي رافد قوي. بكره يا عمي المسؤولين اللي وعدونا بلاعبين يا اخي ما اعطونا لاعبين، تقعد تنطر المسؤولين؟ لا، بنشتغل وبنحاول نطلع لاعبين ان شاء الله على كفاءه وعلى مستوى عالي يكون رافد للفريق الاول. زين، لو نتكلم احمد يعني عن السيد زولا، شفنا في البدايه اعطى فرصه للاعب محمد شعبان وكان نجم في ذيك المباريات، اليوم نشوفه في دكه الاحتياط. محمد شعبان لاعب جيد، بس اللي جاء مكان احمد شعبان بعد يعتبر لاعب منتخب اولمبي ومن افضل اللاعبين هو احمد فتحي. حتى حاولنا نقنع زولا انه يلعب احمد فتحي من قبل الجولات هذه، لكن اللاعب صارت له ظروف مع المنتخب الاولمبي. المدرب ما شافه بشكل كويس في المعسكر، انه كان يروح منتخب يجينا في المانيا، فما شافه بشكل سليم. فالان احمد فتحي اثبت انه من افضل لاعبين الارتكاز في العرب. يعني محمد شعبان اليوم شفناه في دكه ثلاثه. زين، في نقطه ثانيه اللي هي عمر العمادي. عمر اليوم نشوفه انه يلعب جناح يسار، مرات يلعب في وسط الملعب. عمر العمادي انا اقول لك انت خاصه شوف انت تملك محمد خليفه الكواري، تملك عادل لامي، تملك احمد صالح خلفان، تملك عبد الله العريمي، كلهم لعبوا في هذا المركز. شوف بكلمك عن زولا اول شيء كمدرب يتقبل الراي الاخر ولا عنده اي مشكله. اعطيك مثال، مباراتنا الاخيره مع السليه تقدمنا في الفندق مع اللاعبين مع المدرب، لما رحنا الملعب المدرب حط تشكيلته
تفاجأت بالتشكيلة اللي فيها عمر العمادي في الجهة اليسرى ومصعب في الجهة اليمنى. على طول قعدت معاه بروحنا في غرفة، تعال شلون الطريقة اللي تلعب فيها هذه. كلام الرجل مقنع، قال علي جاسمي مستوى نازل، أوكي؟ مصعب لعب مع مسمير الشوط الثاني في الجهة اليمنى ولعب الكروس باولينو سجل. أحمد صالح خلفان دخلته في الجهة اليسرى ونجح فيها الشوط الثاني. فعلاً أحمد خامة طيبة، أتمنى يعني ياخذ فرصته أكثر. قال لي كلمته قبل المباراة إنه يلعب في الجهة اليسرى، أحمد رفض، هذا مش مكاني، أنا مكاني راس حربة. فعلى ما قعدت مع أحمد وفهمت إن هذه فرصتك ولعب وكذا وافق، فريق دش المباراة التسخين ما كان في مجال نغير. ففي أشياء فنية أوكي، نقعد مع المدرب بعد المباراة ونصرف معاه بكل يعني ما عندنا مش كذا. والمدرب جديد ما صار له 3 شهور يعني الآن في الدوحة، ما نقدر يعني نحكم عليه في 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 القسم الأول أو لسه القسم الأول ما انتهى يعني. فنتمنى نعطيه فرصته شوي أساس ممكن نقيم المدرب. خلنا نروح شوي لتويتر ومبارك. تفضل. جمهور العرباوي له حق أكيد إنه يسأل، وأيضا إحنا نكون مع الجمهور العرباوي. عندنا دروب الشك، تعاقدات العربي محليا إلى متى تبقى على مستوى لاعبين عاديين ولا نسمع انتقال النجوم للعربي؟ عملنا انتقال نجوم العربي، نجوم لعيبة المحليين. أعطيك مثال، محمد بثنان يلعب الجيش، نعم، اعتبر من النجوم وخلصنا أموره مع نادي الجيش، وصل لين باب النادي عقده موجود عند علي سليطي، قلت له وقع معه على طول، وهو للنادي العربي فقط. طيب في نادي من الأندية الأخرى الشرقية طبعا كلموا اللاعب من ورانا، واللاعب ما يدري. صرحت انت فيه قبل في تويتر الريان. شلون؟ أقول أنت صرحت فيه قبل في تويتر من الريان. لا لا مش الريان، نادي كلمه رفع سعر علينا، وعرفت إدارة الجيش بهالموضوع فألغوا الموضوع هذا. اللاعب عند باب نادي العربي جاي يوقع خالص يعني تو، حتى قلت لحق علي صوره لي من النادي. ما تفرق لأن النادي ما عنده خلفية أن اللاعب هذا مخصص للعربي فقط، ما عنده خلفية. من؟ ومش علمك مش شخص مسؤول في النادي، مش شخص مسؤول، واحد برا النادي حاول أنه يخدم النادي هذا، فكلم كلم المثناني يعني. من؟ ولا يعني مبارك احنا على طاوله مفتوحه، ما في فايده من تذكر اسمه يعني، لانه ما بالعكس اليوم انت لما الاخوان ايضا حتى في اتحاد كره القدم، انا للامانه كل ما نتكلم معهم الاخوان متساعدين، بعضهم يتكلمون مع الانديه يا جماعه حتى خلوا من بينكم التفاهم، خلوا من بينكم اوكي في يعني منافسه، لكن المنافسه لازم تبقى منافسه شريفه، لابد انها تبقى منافسه حلوه، انتم انديه تخدم الكره القطريه. معليش بس الشخص اللي كلمه النادي نفسه ما يدري ان اللاعب يروح العربي فقط، ولا نرفع سعره نفس سقف راتبه اللي في نادي الجيش فقط، ارتفع سعر اللاعب طلع من النادي موقع معانا ورجع النادي. زين فيفيان لعب الخرطيات جاينا وخالصين، طلع انه باقي له 7 شهور يكمل 5 سنوات، قالوا الاتحاد ما نقدر نعطيكم اياه. حارس الاخويا الاحتياطي بعد من ضمن اللاعبين اللي كانوا لازم يجونا، راح الفريق معسكر عندهم بطولة آسيا واعتذروا. فأنت ما تقدر يا فالح. خلنا على الحراس مبارك، الكثير انتقد رجب حمزة هالموسم خاصة في بعض المباريات وخاصة مباراة الريان. أنا أقول لك شوف رجب حمزة وتم إيقاف رجب بعده، ودخل الحارس البديل حارس نادي العربي مسعود الراعي، ورجع ثاني مره رجع حبيس دكه الاحتياط مسعود. يعني هذه شوف اللي يقول لك تم ايقاف رجب هذا ولا عنده خلفيه في اي شيء. رجب لم يتم ايقافه، ورجب من افضل الحراس اعتبرهم في 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 قطر، والسنه هذه بالذات عامل معسكر من افضل المعسكرات ولعب مباريات زينه، ما توفق مع الريان عدم توفيق، والمدرب حب مش نوع من العقاب، لا حب انه يخليه يحاسب اكثر في المباريات القادمه. فلعب مسعود مباراتين اللي هي الجيش ومباراه السد، رجع طيب رجب في مركزه، وانا اعتبره من افضل الحراس. وكفايه انه يعني تالمنا يوم وفاه اخته الله يرحمها، كانت مباراه الاخويه في نفس اليوم، وجانا المباراه وغير ودش الملعب واخته متوفي ولا اعطانا اي خبر، كان افضل لاعب في المباراه. فما تقدر لاعب مثل هذا يجي تحمله. احمد خلينا نتكلم على حراسه المرمى العربي، العربي صدر حراس على مستوى قطر في سنوات في احدى السنوات الماضيه، لكن العربي ما زال يعاني في حراسه المرمى. مسعود زراعي
يعني كحكم السن نتكلم اليوم. مسعود كم عمره؟ علي شعبان كم عمره؟ ايضا رجب حمزه ممكن في بعض المباريات اليوم فيه عز عطاء، لكن في بعض المباريات ممكن يجيك اصابه، طارد، شيء لا قدر الله، من يخلف؟ لو اي للحين احنا ما شفناه. في حارس جاي ان شاء الله، في حارس جاي خلال العشر 15 يوم الجايه ان شاء الله، في حارس راح يكون على مستوى يعني تعطينا حصري ولا ما قريب؟ لا قريب من رجب، قريب من مستوى رجب يعني بيكون، وعمره يعني 22 سنه، مش حارس كبير، حارس زين ان شاء الله يعني خلال 10 ايام 15 يوم راح نعلن عنه ان شاء الله. من حصري؟ وعدنا بالحصري. ما اقدر اقول لك لين نخلص معه النادي زين، ما اقدر اقول لك، خلينا نخلص معه ان شاء الله. مبارك، انت وعدنا بالحصريات ان شاء الله. الحين ما وقعت معاه، شلون راح اقول لك الحارس؟ بكره ما اعطوني اياه، تقول يا احمد رحت في القناه وقلت بتجيب لنا الحارس والحارس ما جاء. خلي الحارس يوقع والنادي يوافق ان شاء الله. نادي من الانديه اصحاب المربع؟ الوسط. الوسط الوسط؟ غرافه؟ لا لا لا، دش في الاسئله الثانيه احسن، ما تخسر الوقت. انزين نروح نرجع لتويتر. يقول لك بعد حادثه خالد عندنا، بعد حادثة الإضراب الموسم الماضي اتخذت الإدارة قرار بتصعيد 5 من فريق الشباب، أين هم هذا الموسم؟ هذا الموسم ما عندي أي خلفية عنهم، أنا جيت هذا الموسم لقيت 5، ما لقيت غيرهم. منهم؟ هم الخمسة اللي موجودين، ما في غيرهم، الباقيين كلهم راحوا دورات عسكرية ودخلوا على الجامعات برا. هذه المشكلة اللي احنا نعانيها من القطريين. القطري اليوم يوصل 17 سنة حتى لو كان موهبة ما منه فايده، رايح يعني. فتكلمنا السنه اللي فاتت ان احمد اكون معك صريح شوي. تفضل. اللعيبه القطريين محتاجين دعم مادي، محتاجين عقود، محتاجين رواتب، محتاجين رعايه، محتاجين يعني. يقول لك لا تعطيني مثل المحترف ولكن اعطني الحد المعقول. هو مش انه تعطيهم مثل المحترف والحد المعقول، الموهبه القطريه اللي عمرها 17 وشفته او شفت ابوه ناوي يسفره، تروح لابوه تعال بتسفره وين؟ يدرس عندي افضل الجامعات في قطر. في قطر فاونديشن، في جامعة اللي تبي. تبي تدخله دوره عسكريه ترشيح، يا اخوي تقدر انت اليوم كاتحاد كره او كانديه علاقاتها قويه مع كل المسؤولين الكبار، تعال هذا موهبه قطريه، اعطيه مرشح ولا اعطيه دوره 3 شهور واخليه امشي له عقد في الدوحه قاعد، هذا عسكري او ضابط. موهبه، المواهب ما تلاقيها. فالأسف انه بعطيك مثال، عندنا صقر الهتمي من افضل اللاعبين الناشئين طالعين. من الحين يقول لك ابوه لا، من الحين تو ما وصل منتخب شباب، انا اهم شيء عندي الدراسه، وابوه صادق اهم شيء عندي الدراسه. لكن احنا نبي نحافظ على هالموهبه نوديه جامعه في قطر يكمل او ندخله. كلمت مع ابوه؟ ما اعرف ابوه، كلموا ابوه الجماعه فان شاء الله انه يتفهم يعني. عبد العزيز السليطي ترى على فكره في اكمل جامعه هنا ودرس في الدوحه وداوم في الدوحه. يعني هذا احد الامثله اللي احنا نقدر نقول قدروا اداره نادي العربي يعني يمسكون هاللاعب. ترى المعاناه مش في العربي، في جميع الانديه. احنا مشكلتنا سن ال 17، شفت التعب اللي تتعبها تحت؟ فئات السنيه والاتحاد يخصص لك 5 مليون فئات السنيه واشبال وناشئين، كل هاللي تعبته 16 17 سنه خلاص هي مرحله الثالثه. ايش اللي المفروض يصير هنا احمد في هذه الحاله؟ المواهب تشكل لجنه. تشكل لجنه تشوف المواهب هذه، توصل 17 هاللجنه كلها تقرر ان هاللاعب لا مش على كيف ابوه، تعال كم تبي؟ انت بتوديه يدرس برا او بتوديه مرشح، كم تبي من وراه؟ 50 60 الف؟ هذه 50 60 الف مشي لك شهريا. بس اللاعب هذا ما يطلع. يبي لها لجنه من الاتحاد، لجنه فنيه، تعرف ان هاللاعب موهبه ما يطلع، موهبه قطريه لا حافظ عليها، ما يروح. كم تبي وراه؟ اوقع لك عقد مع ابوه. الاتحاد مش متعاون معاكم في هذه النقطه؟ الاتحاد يشرع القوانين لك، والاتحاد يساعدك في بعض الاشياء اذا تبي فيها مساعده، لكن انت لك ميزانيتك الخاصه. احنا كنادي العربي اليوم عندنا ميزانيه خاصه، يعني عندنا لاعب موهوبه في الشباب عبد الرحمن ولد نصر كله من افضل اللاعبين، لكن ما في رعايه عليه. لاعب يعني نوع من الاهمال ماخذه، يجي تمرين 4 تمارين ما يجي، جبته عندي في المكتب، تعال شو اللي تبي؟ تبي تكون لاعب زين ولا بكره بتكون في الشارع؟ لا دراسه ولا شيء عندك. انا بسوي لك عقد حالك حال اللاعبين الموجودين كلهم هذول.
اللاعب ثاني يوم في التمرين، ثالث يوم زول يقول لي ايش اللاعب اللي انت جايبه؟ قلت هذا مش انا جايبه، هذا لعب الشباب. في خامات في النادي بس محتاجه. احنا راح نشوفه خلال الفتره الجايه مع الفريق الاول ان شاء الله، راح تشوفه ان شاء الله. والان من افضل لاعبين فريق الشباب، حتى لوكا اللي هو الكشاف قال لي انا مبهور من هاللاعب. انا خابر اللاعب ناصر كله، فمحتاج عنايه، محتاج انك انت هذول الفئه العمريه اللي من 16 و17 18 فالح، ايش يبون؟ يبون واحد يعني يلاقيهم فكريا خلاص، من يثقون فيك ويحبونك ويشوفونك تقدره، تعال بتعطيه عقد حاله حال اللاعبين الثانيين يفرحون. فان شاء الله ان اللاعب هذا تامل منه خير. صالح جديع في تويتر المنصوري كتب: متى نشوف دعم سوبر للعربي، دعم نووي؟ والله ما قلت لك، وعدونا الجماعه في اول موسم زين، حتى يعني بيني وبينك قالوا هل فعلا يعني اذا انت بتدش هل الجمهور هذا بيرجع؟ قلت انا داش بتحدي ان الجمهور العربي يرجع. والله يا فالح يوم مباراه الريان والعربي قبل تبدا المباراه اني كنت اسعد شخص في قطر بغض النظر عن النتيجه، والفريق يعني لعب مباراه من افضل مباريات الموسم هذا اللي مع الريان، بس شفت شكل الفريق، شفت جلسة سمو الأمير في الملعب، شفت الريان، شفت العربي، والله العظيم منظر ما أنساه الموسم هذا. ذكرت أيامك. منظر ما أنساه الموسم هذا. الجمهور العربي أكد إنه موجود. والرجال يقول لك أبي دعم سوبر، فعلاً نبي دعم سوبر. أنت دعم مادي ما نبي، أنا أقول لك الشيخ خالد بأمانة اللي مسويه في نادي العربي ما يسويه ولا رئيس نادي. مبالغ تندفع في نادي العربي من الشيخ خالد. بس إحنا نبي لاعبين نفس ما قال لك صالح، نبي لاعبين سوبر. لاعبين سوبر شلون يجون؟ يا أندية ثانية تعطيك إياها، يا استثناء يسوي لك الاتحاد، أو تكون صاحب سلطة بعد أقوى وأقوى جيب لك لاعب جوازه جاهز. هذه مش موجودة. في مثل من؟ شلون؟ مثل من يعني؟ شلون مثل من؟ لعيبة. وأنت أكثر واحد أحمد كنت تطالب عدم الاستثناءات، كنت ضد الاستثناءات. وقفت؟ هل أنت وقفتها؟ إذا وقفتها أنت حقق مطالبنا، ما راح نطالب خلاص. أنت لا، أنت كل أربع خمس شهور نشوف لاعب مستثنى يلعب. مثل آخر الصفقات. شلون آخر استثناء؟ يعني آخر استثناء شفته أنت؟ أنت تتعب في الاستثناء شلون؟ حتى اللاعب اللي كمل عندك خمس سنين هذا استثناء، كرت يسمونه كرت أسود. بعد شهرين في لاعب خلص الخمس سنين هذا كرت أسود، كرت أسود وشنو الكرت الأسود؟ استثناء. أنتم عندكم ولا لا؟ احنا ما عندنا كرت أسود. نتمنى من الاتحاد، عندنا بطولة مجلس التعاون شهر اثنين. وكل الانديه اللي شاركت خارجيا كلها اندعمت من الاتحاد ومن المسؤولين. نبي نشوف هالدعم مع العربي في شهر اثنين. يعني ليش الاتحاد يميز حد عن حد؟ لا لا لا، انا اقول لك نبي نشوف. ما يميز، كل الفرق اللي شاركت خارجيا الاتحاد دعمها بكل امانه. نبي نشوف هل فعلا يعني بندعم بشكل كافي ان نلعب مجلس التعاون؟ مجلس التعاون ما اخذها الا نادي السد في قطر. ان شاء الله العربي يكون منافس عليها الموسم هذا. دار في الكلام في الساحه الرياضيه الاخيره احمد أنور ديبة إنه بيجي العربي، فإيش صار معاكم في موضوع أنور ديبة؟ إيش وصلتوا له؟ إيش كلام الأخوان في اتحاد كرة القدم معاكم؟ إيش كلام اللاعب نفسه معاكم؟ هل قعدتوا معاه؟ هل وقعتوا معاه؟ شوف اللاعب أنا موقع معاه من شهرين أنور ديبة، وقبل أوقع معاه تواصلت مع الاتحاد مع رئيس الاتحاد. اللاعب بيكمل خمس سنوات شهر 12. أنور ديبة خامة طيبة، هل بيتم استخدامه في المنتخب؟ هل بتاخذونه منتخب؟ إذا بتاخذونه منتخب بنوقع معه اليوم. قال اللاعب زين وبنجربه. وقعت مع اللاعب. الآن أقرب مباراة للمنتخب شهر 3. هل بنطر لين شهر 3 عشان أنور ديبة يلعب المنتخب؟ فالموضوع عند رئيس الاتحاد. أنت متى البطولة عندكم راح تبدأ؟ عندنا شهر 2. نشر اثنين. شوف تباته مثلا من الكفاءات اللي ما في نقاش فيها، ويمكن من اول الناس طلبت فيه في المنتخب انا طلبت فيه افضل صانع لعب جاء قطر كلها. المرحله اللي فاتت تباته ما لعب بس بيلعب شهر 3، شهر 3 تباته راح يكون في المنتخب راح يلعب اساسي وراح يثري المنتخب ان شاء الله. تباته لعبوه مباراه وديه شهر 8 اللي فات، مباراه وديه مش رسميه خلاص تسجل ولا راح يلعب لحد شهر 3 الجاي، يعني يلعب عندك هالثمان شهور يلعب عندك مواطن قطري، وهو ما لعب في المنتخب الا مباراه وديه. احنا مع تجنيس تباتا او مع الموهبه هذه انها تكون موجوده، بس تعال دام مباراه وديه عطني
انور ديبه يلعب معي مواطن خلص الخمس سنوات وهو يعطوني كرت اسود بعد خلص الخمس سنوات يلعب معنا مجلس التعاون يكون لاعب عموما اللاعب انا موقع معه من شهرين فعقده موجود عندنا فهل الاتحاد يعني بنلاقي تعاون من الاتحاد هذا اللي قاعدين ننطره يا فالح قبل لا خلونا نروح للمدربين اللي خذينا عن بنروح احمد خذينا في بعض المدربين تكلمنا بوجهه فنيه عن النادي العربي اللي شافوه من بدايه الموسم لليوم نروح مشاهدينا الكرام نشوف هذا التقرير ونشوف حديث المدربين الفنيين عن النادي العربي ومستواه الفني لهذا الموسم. لا شك نادي العربي نادي فريق جيد عنده عناصر جيدين وعلى رأسهم هو المدرب الشهير المدرب زولا من أحد المدربين الموجودين المميزين في دوري نجوم قطر هو كمان يطمح تقريبا احنا قريبين من بعضنا في الترتيب طموح في دوري أبطال آسيا ونتمنى التوفيق مدرب جيد وعندهم عناصر مميزين نقول لهم إن شاء الله حظ أوفر لكم في هذه الموسم هم خانتهم الظروف في بعض المباريات خسروا نقاط أمام فرق طبعا قدرت أن تجاريهم ونتمنى لهم التوفيق طبعا مستواهم حاليا أفضل من الموسم اللي طاف وعودة الجمهور كانت يعني اللي هي يعني تفرق بين العام وهالسنة. العربي هذا الموسم أفضل كثيرا تحت قيادة مدرب كبير اسمه زولا. يلعبون كرة جيدة. فاز بعدد من مبارياته وخسر وتعادل وهذه هي كرة القدم. وأظن أنه قادر على المضي في طريقه الصحيح. والله نادي العربي الموسم هذا يعني من وجهة نظري النادي العربي بدأ في هذا الموسم جيد نوعا ما في بعض المباريات انخطفت منه الدقائق الأخيرة كنا ننتظر من العربي أن هذا الموسم يكون يعني منافس للريان ما شاء الله للريان تصدر وتقريبا متوج للدوري العربي كنا نتمنى لهم أن يكونون خلف الريان Actually, they're not so bad. They're in fifth position. They lost last game. العربي يقدم كرة جيدة رغم الهزيمة الأخيرة من السيلية إلا أنه أدى بشكل جيد في المباراة. قفزة العربي التي يتمناها الجمهور تحتاج مؤكدا إلى وقت وأتعجب من يطالبون برحيل زولا إنه مدرب كفء للغاية. شفنا حديث المدربين أبو مبارك تعليقك على حديث المدربين قبل ما نرجع لبعض المواضيع اللي راح نتناقش فيها لا فيه المدرب الأخير يتكلم مدرب أوسيم مدرب خرطيط اللي قال لك مدرب محتاج وقت يا جماعة الخير يعني ما يجوز حتى مش العربي حتى الأندية الثانية السنة اللي فاتت واللي قبل السنة هذه مدرب ما يكمل ثلاث شهور ياخذ له 6-7 مليون في الموسم ريال تعال لا 4-5 من الجمهور قالوا لي المدرب مو بزين وقع معاه من اللي تكبد الخسائر هذه النادي احنا موقعين مع زولا موسمين وعقد يعني مش بسيط وقلنا بدايه الحلقه زولا مش الاساس ولا احمد الشافي الاساس نادي العربي فريق نادي العربي فخلنا نعطيه فرصه للمدرب نشوف ايش عنده مدرب جديد مدرب ما يعرف شيء في فالح في قطر يعني كل المباريات اروح احضر معاه مباريات فرق ثانيه اقول له اللاعب كذا اللاعب كذا اللاعب كذا انت فصاتي اليوم فوساتي لو ريان جايبين مدرب غير فوساتي ما له اي علاقه في الكره في قطر ما راح يمشي ريان بالطريقه هذه بس فوساتي مدرب كبير مدرب عارف الدوري القطري شايف اللعيبه كلهم فهذا يختلف زولا يختلف مدرب جاي ما يعرف شيء في البلد فيا جماعه نعطيه فرصته والايام جاي احمد هل تتوقع برجع شوي معاك هل تتوقع اتحاد كره القدم اخر موضوع انور ديبه لاسباب يعني نقدر نقول اللاعب ما كمل المدة بالشكل الصحيح بحكم أنه خرج للإمارات ورجع لا هو ما له شغل خرج للإمارات ورجع
هو كمل شهر هذا 20 الشهر يكمل خمس سنوات. هو مشكلته كانت إيش؟ مشكلته كانت هل هو لعب في منتخب هولندا أو لا، أو هو لعب في منتخب المغرب أو لا. راسلنا الاتحاد الهولندي، راسلنا الاتحاد المغربي، طلع اللاعب ما لعب. حتى في عقده كتبنا في العقد إذا طلعت لاعب مباراة في منتخب بلادك العقد هذا ملغى. وافق اللاعب ولعب صادق، يعني أنور ديبة من اللاعبين الخلوقين اللي ما شككنا فيه لما قال أنا ما لعبت أساسا في المنتخب، وقعنا معه على هالأساس. بس هو خرج خلال فترة تقريبا ما قبل من سنتين تقريبا، ما في مشكلة يخرج ويرجع في نفس الموسم، ما عندك مشكلة يعني، ما تنطبق عليه الخمس سنوات. زين من المسائل في الاتحاد، رئيس الاتحاد معطيك الوعد؟ لا، رئيس الاتحاد قال لي اللاعب إذا كان جيد مع الاخطيات إحنا يهمنا يكون في المنتخب، لما نستفيد منه في المنتخب، فإذا خذاه مدرب المنتخب أحمد يتسجل عندك رسمي مواطن. قلت له طيب إحنا عندنا مجلس تعاون. قال هذا موضوع آخر بنقعد فيه إن شاء الله بنتكلم. فإن شاء الله من المسائل اللي تكلمت معهم في الاتحاد موضوع أنور ديبة رئيس الاتحاد؟ لا بس أنا كنت أتكلم رئيس الاتحاد الموضوع فقط. رئيس الاتحاد. زين فوساتي جاء على قولتهم عارف الدوري، زولا جاي مدرب جديد، ليش ما جبت مدرب عارف الدوري كانت له بصمة في الدوري؟ شوف انت تقول لي ليش ما جبت، غيرك في تويتر يقول لي ليش ما جبت، واحد ثاني اخر غيرك يقول ليش ما ليش انت رضيت ان باولينو يطلع، ليش دوترا في الفريق؟ قلت لك انا جيت الفريق هذا هو موجود قدامي. احمد شوف انا اكون معك صريح، انا جيت اليوم جايبك معي في البرنامج وبيض الله وجهك وجهك ما قصرت. احنا نتكلم من مهام استلامك لابد انك تاخذ الفرصه انك تشوف الامور. واليوم انا اقدر اناقشك ليش اليوم انا اخرت الحلقه هذه، ابي احمد الشافعي عقب ما شاف نادي العربي بس اقدر اتناقش معه ويكون جمهور العربي على درايه بالامور اللي قاعده تدار في العربي كيف، وان احمد الشافعي اوكي كان عارف الدوري وعارف العربي لكن البيت من داخل انت مش عارف. اليوم عرفت البيت وخذيت فرصتك وتابعت الامور، الاشياء اللي انت بتسويها مستقبلا قلنا انور ديبه تقريبا موضوعه ما بينك وبين اتحاد كره القدم، لكن رجعنا للمحترفين بابلو هرنانديز كان الكلام انه ممكن انه يرجع. بابلو كان معانا في المعسكر، راح معانا في ميلان، انا كنت معاهم في ميلان، وراح معانا المانيا. لين اخر يوم قعدت مع زولا قلت له انت الان لازم تختار الاربع محترفين، طبعا المدافع خلصين منه، اختار الثلاثه اللي تبيهم. فقال لي ابي دوترا وابي باولينو. اوكي؟ قلت له عندك لين بكره راجع نفسك، احنا بيصانع لعب ورا المهاجمين ما عندنا. قال احمد انا وجهه نظري ابي هالاثنين. فالح تاكد اني خلف المدرب ايش اللي يبي، لاني انا في اخر الموسم انا راح اقعد معاه. شلون تتحاسب مدرب في اخر الموسم؟ هل انت يعني انا يا احمد الشافعي بجيب له لاعب محترف لا هذا يلعب وهالمدرب يكون مدرب واجي اخر الموسم اقول له انت فاشل؟ لا، الفشل يا فالح لازم تبين عليه اخر الموسم، فيجب نعطي المدرب فرصته. ثاني شيء البيئه بكل امانه اول ما جيت النادي فالح ما في حد بيشتغل، كلمت من خمسه الى ست اشخاص منهم ما راح اذكر اساميهم، تعال امسك ما حد بيمسك. اللاعبين ابي اوقع مع لاعبين من برا، لا 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 العربي ما يدفعون فلوس ما في. كانت هالفكره موجوده، واحد الاشياء اللي راهنت فيها او 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 طلبت فيها حتى الشيخ خالد طال عمرك تبني امسك، ما بي كل لاعب ما بي لاعب ينقصه ريال واحد، لانك انت اذا مسكت اللاعب تعطيه راتبه كل شهر اللاعب يعطيك الماكسيموم. انت شفت مبارياتنا مع الاخويا، شفت مبارياتنا مع قطر، شفت مبارياتنا مع الغرابه حتى احنا نزلنا فيها، شفت الروح يلعب فيها الفريق. بس الروح هذه عقبها احمد ما شلون تخلق هالروح؟ انت اول شيء انت ثمان لاعبين جداد جايبهم من برا مع محترفين توهم رايحين معسكر شهرين، تخلق هالروح فيهم يفوزون على اخويا؟ مستحيل تصير. احنا قاعدين نجمع الفريق، قاعدين نلم الفريق، مسوين اسره كامله حوالين الفريق. مش اي واحد اليوم يسولف مع الفريق، مش اي لاعب يدش الملعب اليوم يسولف مع اي لاعب. صار في تغيير كامل في المنظومه العامه، فاللي محتاجينه وقت على اساس هالفريق يكمل بعد المرحله اللي وقفنا عندها هذه، فان شاء الله احنا متفائلين خير. بس احمد شوف في مشاكل في النادي العربي داخليه. في وين المشاكل؟ في البيت العرباوي، الكل كان يتكلم عن هذه المشاكل، يعني كل هالسنوات هذه اللي طافت العالم تتكلم المشكله في البيت العرباوي، المشكله في الاداره العرباويه. اليوم احمد الشافعي جاء، هل قدر يلم هذه المشاكل، يوحد الناس هذول كلهم مع بعض؟ في ناس قالوا في احزاب في نادي العربي، حزبين ثلاثه،
احنا اخبار كثيره كنا نسمعها عن النادي العربي. شوف انا اذا بدش في موضوع الاحزاب واللي كانوا في العربي انا بقول لك فشلت من اول يوم. انا بالحزاب النادي العربي ما لي شغل فيها، انا جاي اليوم فني في هالنادي. واحد اسباب نجاحنا في البدايه اني كنت اشوف الامور بمنظور واحد جايك من برا، العاطفه مش موجوده عندي. انت اليوم جبتني من ريال قلت لي تعال امسك العربي، فجاي اشتغل بمبدا انه اعرف الصح واعرف الغلط من ناحيه فنيه كلمك. اذا بدخل في مشاكلهم الخاصه اللي بين اللي تقولي عنها في 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 احزاب ما احزاب، بكون من البدايه انا اخترت حزب وقفت معاه ونفس ما مشاكل قديمه. فلا قمنا نشوف الامور من ناحيه فنيه دقيقه، والحمد لله حتى يعني علمك اللاعبين ينتهي التمرين من الملعب على بيوتهم، ما لنا علاقه احنا في احزاب، ما لنا علاقه في في البيت العرباوي الداخلي، كل واحد كيفه. بس اتضح ان في ناس فعلا يهمهم ان العرب يرجع، نشوفهم في التمرين، نشوفهم في المباريات، يجونا في يعني في اتفاق. انا اذا انتم تشوفون العربي في 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 احزاب داخليه انا ما اشوفها، انا اشوف كل واحد يشوفها في النادي هم العربي يرجع. حد يعني هل واجهت انت مشاكل احمد اول ما جيت؟ لا لا ما في مشاكل ابدا، ما في مشاكل. زين احمد، لو نترك الامور الفنيه نتكلم فيها اكثر، يعني البعض يقول لك نجح في البدايه بطريقه اللعب 3-5-2 او 3-5-2-1 وزولا، ولكن عقب الكل عرف طريقه اللعب العربي وما قدرنا يوقف قدام بعض الافرقة وقام يخسر مباريات وسبب طريقه اللعب. لا شوف والدليل اخر مباراه للسيليه لعب اربعه، رجع لعب اربعه في خلال المباراه ولعب مع الغرافه الشوط الثاني لعب اربعه. احنا هو اول ما بدا في المعسكر يعلمهم الثلاثه كانت صعبه على الفريق، بالذات الخطه هاي 3-5-2 محتاجه منك اطراف اثنين اهم اللي ينجحون الخطه هذه، الاطراف الاثنين يعني اقل لاعب من الاطراف يعطيك من 5 إلى 6 كروسات المباراه، هالشيء ما صار عندنا. فقعدنا معاه في المعسكر، هل في بلان بي عندك غير الخطه هذه؟ قال لي انا العب 4-4-2 العب 4-5-1. قلت له طيب الفريق اذا ما تعود على الخطه هذه، لجينا في قطر وبدا الدوري والفريق ما تاقلم على الخطه، قال ما عندي مشكله غير، هو ما عنده مشكله. هو بس 3-5-2 لعب فيها شتيلكا، لعب فيها شاموسكا فتره من الفترات في العربي. يعني في بعض اللعيبه المتواجدين عندك في العربي لعبوا في هذه طريقه اللعب، احمد صالح خلفان، عبد الله معرفي، محمد سالم المال، ايضا من اللعيبه هذول اللي انا اذكرهم في النادي العربي. انت اساسا واليوم نشوف يمكن احمد اليوم محمد سالم في دكه الاحتياط، محمد في فتره من الفترات كان افضل ظهير من افضل الاظهره موجودين في قطر. ما احنا احد اسباب ان بدايه الموسم ان كنا زينين خلقنا روح التنافس بين اللاعبين. يعني محمد سالم المال كان العام هو الاساسي، اليوم جاء معاه علي جاسمي، صاروا اثنين يتنافسوا على المركز هذا، فالتنافس يخلق شو اقول لك يعني يخلي اللي يلعب ينطر اي غلطه الثاني في الاحتياط يبي 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 يمسك مكانه، عارف؟ خلقنا منافسه في الخلف، خلقنا منافسه في الوسط. ف انا اقول لك من ناحيه تدريبيه المفروض المدرب ما يجيب خطته انا العب 3-5-2، يشوف العناصر اللي عنده هل هي تتوافق مع هالخطه ولا لا. فهو يشوف كمدرب يشوف ان الخطه تلامه واحنا ماشيين معه. احمد نروح للتويتر نرجع شوي، لازم شوي نعطي حقهم الجمهور. دروب الشك، احمد الشافي صاحب فكر عالي ونتمنى تطبيق افكاره. ومن ناحيه الشباب، ليش العربي يترك الماس فريد يتدرب بنادي اخر حاليا؟ احنا عندنا كشف لازم نسجل 30 لاعب، طيب؟ ناديت رئيس الجهاز الماس من هو؟ انا ما كنت اعرف الماس، وحتى يعني هو عسكري، سالت عليه سالته قال عنده دوره عسكريه. حتى واحد امس من يومين كتب في تويتر ان اللاعب مش دوره عسكريه، كلمت علي قلت له علي اللاعب ما راح دوره عسكريه، قال بيروح. فاحنا لازم نسجل كشف 30 لاعب مضطرين. وفي اللاعبين اللي لازم اوضح لك نقطه، بس انا قلت حق المدرب قبل نهايه معسكري المانيا، قلت في لاعبين مثل محمد خليفه الكواري، مثل محمد ابراهيم خلفان، من الان قول لي اللاعبين اللي انت ما راح تلعبهم اساسيين اعطني خبر ابي ارتب لهم يلعبون اساسيين في انديه ثانيه، اساس هذول لعيبتي يرجعوا لي الموسم الجاي ما افقدهم. قال لي اوكي. جاني اعطاني اسامي اللاعبين اللي قال لي السنه هذه ما راح العب معهم، مسكت. محمد خليفه الكواري، محمد من افضل اللاعبين خلقا ويعني مهاره.
محمد نادي مسمير يبونك، كلموني مسمير يبون اللاعب، واحنا بنستفيد منك، نعطيك مسمير بناخذ اثنين من الناشئين من مسمير، بعدونا اذا نعطيه محمد الكواري واحنا نتحمل تكاليف. محمد ما له رقم يلعب في مسمير، قال احمد ابي العب في نادي احسن، تخاف اوديك نادي احسن ما تلعب، انا همني اليوم انت لاعبي، ابيك تجيني الموسم الجاي مستواك ما تغير او في تطور. رفض اللاعب انه يروح، ما تقدر تفرض عليه. الماس خريج اسبايره، ما في المكان معنا في المعسكر وفي الكشف قال لي على السليطي اللاعب بيروح دوره عسكريه، فقلت له خلاص مضطرين نشيله، واذا اللاعب زين ان شاء الله الله يوفقه في نادي ثاني. بالعكس ايضا النقاد لهم كلمه بمباراه اكيد. محمد ناصر الشهواني معنا على التليفون. بناصر مساك الله بالخير. مساء النور اخوي صالح، مسي عليك وعلى اخوي احمد الشافي وجميع الساده المستمعين والمشاهدين. بناصر بدخل معاك على طول في غمار نادي العربي وماذا ينقصه نادي العربي، خاصة بناصر أنت من الناس اللي متبع نادي العربي بشكل كبير بعد النادي الريان وبعد نادي الهلال السعودي. يعني هو في البداية ما في شك نادي العربي يعتبر يعني نادي كبير من ناحية تاريخية، من ناحية جماهيرية، أيضا من ناحية إخراج النجوم الكرة القطرية. ووجود أحمد كمسؤول في نادي العربي أكيد ما راح يكون حاجة سهلة، أكيد أنها شيء صعب. أحمد الآن في وجه المدفع، أحمد الآن هو المشرف العام على كرة النادي العربي، أحمد الآن في أي إخفاق أو أي إنجاز راح الجمهور يأشر على أحمد. بالفعل أحمد وضعه صعب، ولكن من خلال قربي لأحمد وشهادة حقه، أحمد رجل جدا مخلص، وأحمد همه يرجع نادي العربي، وأحمد حتى من 6 و7 سنوات من تجلس معه كان يتكلم في المواضيع هذه. فأحمد غيور على الكرة القطرية بشكل عام وعلى نادي العربي بشكل خاص. ولكن أنا عندي ملاحظة أو استفسار أو سؤال لأحمد. أحمد بداية الموسم هل كان طموحكم هو الوصول للمربع الذهبي؟ مساك الله خير أبو ناصر، مرحبا مبارك. طبعا أنا أقول لك طموح الجمهور بشكل عام كان أن الفريق يطلع من مرحلة العاشر والأحدعش والتاسع إلى المرحلة اللي هي سادس وخامس، يعني يكون الفريق مطمن أكثر من هالموضوع. وإحنا قلناه في بداية الدوري في بداية المؤتمر الصحفي اللي عملناه في النادي العربي، راح نخلق فريق قوي ينافس على المربع، ما قلنا راح ندش مربع. إحنا فزنا أول 3 مباريات في الدوري، الجمهور طالبنا بالدوري العام، أن إحنا يعني ننافس على الدوري العام، وهذه كنا نتمناها. لكن بناصر أنت رجال فني وعارف الأمور هذه، إذا ما عندك نوعية من اللاعبين الكواليتي الهاي كواليتي مواطنين أكلمك مع محترفين على مستوى، أنت من اللي يأخذ الدوري اليوم عندنا في قطر؟ صرنا 3 سنوات بين الأخوية وبين السد، واليوم دش عليهم الريان. هل فريق الريان تشوف أنت مؤهل يلعب في آسيا ولا مش مؤهل؟ أكيد مؤهل. ليش مؤهل؟ أكيد نوعية اللاعبين اللي موجودة على أعلى مستوى، صح؟ موجودة، صحيح. طيب إحنا نبي نوصل للمرحلة هذه في نادي العربي يكون عندنا لاعبين على أعلى مستوى على أساس نقول نبي ناخذ الدوري، فمحتاجين وقت يا أبو ناصر. بس أحمد في نقطة أيضا مهمة جدا، أحمد أي فريق الآن يمتلك 4 لاعبين محترفين سوبر راح ينافس العربي؟ أنا وجهة نظري طبعا من خلال متابعتي المتواضعة للنادي العربي، العربي الأربع محترفين الموجودين، أحمد أنا أقول هذا الكلام أمام الملأ، قلب الدفاع فاني ما أعتقد أنه هو المدافع اللي ممكن يساهم في عودة العربي، هذا واحد. بالنسبة للاعب الإيراني إشكان، أنا اللي أعرف أن اللاعب هذا لاعب طرف، مستحيل يلعب في عمق الملعب، حتى لو لعب في عمق الملعب ما راح يقدم مطلوب منه، لم يقدم الحاجة المنتظرة له أمام مع العربي. هذا 2. الدوترا أعتقد أحمد اللاعب سيء للغاية من العام الماضي، ما أعتقد أنه هو اللاعب أو المهاجم الذي ممكن أن يساهم في عودة العربي. مجرد اللاعب راس الحربة اللي هو باولينيو، هذا لاعب جدا مميز، قوي البنية، لاعب هداف، لاعب متعاون، ارتقاء عالي. فأعتقد يا أبو مبارك أن العربي محتاج 3 لاعبين محترفين سوبر بجانب باولينيو، أضف إلى ذلك مثل ما تكلم في أحمد اللاعبين المواطنين، أنا والله العظيم أحبهم وأقدرهم وأعزهم وأخص بالذكر عبد الله معرفي وعمر العمادي والعريمي وعلي داسمي، ولكن أحمد هم بصراحة لحد الآن ما ظهروا بالصورة المميزة
في استثناء الظهير علي جاسم في بداية الموسم أول ثلاث أو أربع أو خمس مباريات كان مميز جدا وطالبنا بعودته للمنتخب، وحتى العام الماضي مع الأهلي كان أيضا مميز، وأنا سبق أني أشدت فيه العام الماضي في برنامج شوت في صوت الخليل، ولكن في آخر مباراة تراجع مستواه. الخلاصة يا أبو مبارك، نتمنى أن العربي يرجع، نتمنى العربي يرجع منصة التتويج. لعلمي وليقيني بأهمية العربي كفريق كرة قدم وكنادي في تاريخ الكرة القطرية، الآن أنا متأكد أن كثير من الناس المتابعين الكرة القطرية في الفترة الأخيرة ما يعلمون مدى جماهيرة العربي، ولا يعرفون تاريخ نادي العربي، ولا يعرفون النجوم اللي أظهروا النادي العربي. صحيح. أنا أتكلم في الموضوع هذا، والله العظيم لاني أنتمي للنادي العربي ولا أشجع النادي العربي، ولكن أعلم بمكانة النادي العربي التاريخية والجماهيرية في دولة قطر. لذلك لابد من رجوع نادي العربي. مثل ما قلت يا أحمد، مباراة الرياض والعربي في القسم الأول أنا كنت موجود في الملعب، والله العظيم إن حاجة تثلج النفس وحاجة بالفعل تسعد إن جمهور العربي يكون موجود. جمهور الرياض أكيد إنه بيكون موجود، لأن الرياض ما غاب عن منصة التتويج. الرياض قبل سنتين بطل كأس الأمير، قبل ثلاث سنوات كان بطل كأس ولي العهد. الرياض موجود بغض النظر عن نزوله إلى الدرجة الثانية، ولكن جماهير الرياض صغار في السن شافوا بطولة نادي الرياض. ولكن المحزن، المحزن جدا إن جماهير العربي اللي الآن أعمارهم 19 سنة و 18 سنة و 17 سنة ما شافوا نادي العربي يحمل بطولة، وهذا الشيء يؤثر في نفس أي شخص رياضي قطري متابع وقلب على الكرة القطرية. فالله يعينك يا أبو مبارك على مهمتك، أنت في مهمة جدا صعبة، أنت ما تخدم في أي نادي، أنت تخدم في نادي من أكبر الأندية حتى على مستوى الخليج تاريخيا. فبالفعل يا أبو مبارك الوضع صعب جدا ومحتاج تكاتف الجميع، وأنت قدها يا أبو مبارك، والسيد رئيس نادي العربي هتمي الهتمي قدها بإذن الله، الداعم الأول للنادي العربي حاليا الشيخ خالد بن حمد أيضا قدها بإذن الله، والكل يعلم أنتوا الثلاثة ونائب الرئيس وكل الموجودين في نادي العربي يعلمون أهمية رجوع نادي العربي إلى منصة التتويج. وجمهور العربي محترق بصراحة، أنا كثير من جماهير العربي تواصلون معاي وبالفعل فيهم غصة، ويشوفون الريان يفوز، ويشوفون الأخوية يفوز، ويشوفون السد يفوز، ويشوفون الغرافة يفوز، وهم ما شافوا ناديهم يفوز. هذا الشيء يؤلم أي شخص رياضي في دولة قطر. بناصر سؤال بناصر، أنا على أساس أقول لك أن الجمهور العربي هذا لا يلام أبدا، أول العام تذكر؟ نعم. قبل مرحلة الهبوط؟ صحيح. إيش كنا نسوي في تويتر؟ نطالب جماهير ريان يحضرون مباريات، حد كان يجي؟ ما حد كان يجي، صح ولا لا؟ لا كان يحضر جمهور ريان. ما حد آخر مباريات أنا أقول لك كان الحضور من 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 100 ل 150، ما في حضور. لا أكثر مباراة. أكثر كم؟ 200؟ مش الموضوع، موضوع أنت اليوم لازم تحقق نتائج عشان جمهورك يجيك. فإحنا قاعدين نعمل على هالموضوع ومحتاجين وقت. فان شاء الله ان الجمهور العربي يعني يكون متوافق مع النقله هذه، يعني يكونون موجودين حتى ان شاء الله ننهزم المباراه الجايه اللي بعدها، احنا في مرحله بناء، فمحتاجين صبر، محتاجين صبر فقط من الجمهور العربي. في نقطه مهمه جدا احمد، احنا ما لهم الجمهور العربي، الجمهور العربي جمهور عاشق وقلوبهم تحترق على ناديهم، يشوف الانديه الثانيه تفوز وهم فريقهم مكان كسر. احمد في نقطه بالنسبه فنيه للمدرب زولا، اوكي لاعب كبير ونجم ومدرب محترم وكذا، ولكن احمد الرجال اذا اخطا يا اخي بما انك المشرف العام تقعد معاه تقول له يا كابتن اخطيت انت. يعني اعطيك مثل في مباراه السيليه عنده بصراحه اخر المباراه كان فريق مميز جدا، لما يجي يلعب لي مثل النحوي يبتعد عن المباريات، وانا اعتبره هذا خطا فني. اقصد الى ذلك تغيير المراكز اللاعبين، العريمي مثلا اعطيك نقطه العريمي لاعب انا اتفق انه لاعب فنان وجيد في الاستلام والتسليم. انت لما تلعبه كلاعب وسط متاخر من مهام ومميزات وصفات لاعب الوسط المتاخر انه يكون قطاع، يكون ضغطه عالي على الكوره، يكون مجهوده وافر في الثلث الدفاعي امام قلب الدفاع، وكذلك يغطي على المدافعين. احمد العريمي انا لما العبه محور ما راح استفيد. احمد العريمي كورته حلوه في الاستلام والتسليم بالنظرة الشمولية، ولكن ما يؤدي مهامه كلاعب وسط متأخر. لاعب الوسط المتأخر أو المحور مهامه الرئيسية هي الضغط على حامل الكرة، هي قطع الكرات، هي تغطية المدافعين. فأعتقد أن هذا خطأ فني واضح. لذلك أيضا في نقطة يوسف أحمد مع أنه ليس بذاك اللاعب السوبر، ولكن هو أفضل بأي حال من الأحوال من دوسرة. حتى المباراة اللي لعبها يوسف كان متألق، دورة لحد الآن ما قدم الحاجة المنتظرة لنادي العربي بغض النظر عن الأهداف اللي أحرزها، الأهداف ذاتها على نادي الأخوية. فبمبارك أنت رجل فني
وانت رجل سمعتك طيبة عند القريب والبعيد وكلامك مسموع. انا اتمنى منك يا ابو مبارك بغض النظر عن علاقتنا الشخصية يا احمد، انت الان يفترض منك، وانا متأكد انك جلست مع المدرب، المدرب هو جزء رئيسي سواء كان في حالة الفشل او في حالة النجاح، اللاعبين ايضا جزء رئيسي. انا شفت مباريات النادي العربي الهوية او الروح كانت مفقودة، دائما الجانب الذهني في لاعب كرة القدم يغطي في كثير من الأحيان على الجانب الفني. إذا كان اللاعب حاضر ذهنيا بغض النظر عن أمور فنية راح يؤدي بروح بعزيمة بإصرار بقتال، فلا بد أن توفر هذا الشيء. وفي النهاية يا أحمد الشافي رايتك بيضة بصراحة، خلال قربي منك خلال علاقتي معك أنا عارف اللي تفكر فيه وعارف اللي تسويه وعارف اللي تشتغله، ولكن في النهاية أيضا يا أبو مبارك العربي جماهير آلاف مؤلفة في قطر وفي داخل قطر وتتمنى أن فريقها يصعد لمنصات التتويج، وأنا أدري أن هذا الموسم هذا فيه صعوبة بالغة بحصول العربي على بطولة. عشان نكون صريحين يعني في مثلا العربي الآن فنيا لا يقارن بالسد ولا يقارن بالريان ولا يقارن بالجيش ولا يقارن بالأخوية، فالوضع صعب. لكن نتأمل منك هذا الشيء. وبالنسبة للبطولة الخليجية يا أحمد، حتى لو تعلق فيها العربي واحرز البطولة الخليجية، فإن البطولة الخليجية هذه أنا أعتبرها بطولة هامشية وبطولة جانبية وليست مقياس لنجاح أو فشل الفريق. بغض النظر المقياس الحقيقي أو المحك الرئيسي هو الدوري والبطولة الآسيوية، حتى كأس الاتحاد الآسيوي أيضا بطولة هامشية وليست قوية. البطولة الخليجية اللي الآن أنتم مقبلين عليها بطولة هامشية وجانبية وليست قوية لشارك فيها الرياضة، بس مهمة يا أبو ناصر من ناحية المعنوية حق النادي. أنا أقول لك مهمة جدا، ممكن ولكن بشكل عام ليست تلك البطولة اللي عليها العين ولا عليها الكلام. في النهاية أنا طولت عليكم وأتمنى لك التوفيق يا أبو مبارك. جزاك الله خير يا أبو ناصر، أتمنى النادي العربي التوفيق وانت قدها بإذن الله، والعربي قادر على الرجوع بشكل أثناء من إداريين من لاعبين من جماهير. احنا نتكلم الكلام هذا وحنا قلوبنا محروقه وحنا ما ننتمي للنادي العربي. العربي بيت كبير ان شاء الله، وظل الاداره اللي تشتغل ابو ناصر في نادي العربي سواء اخوي احمد مبارك او اداره نادي العربي اعضاء مجلس الاداره، ان شاء الله الجمهور متامل فيهم امل كبير باذن الله. الله يوفقهم ان شاء الله. ما قصرت ابو ناصر، بيض الله وجهك. وجهك ابيض. ابو مبارك قبل ما اروح عندي لقاءات سويناها مع الجماهير جماهير قطرية، لكن في تغريدة لك عن موضوع خطابات نادي العربي والسد اللي صارت عن موضوع خلفان زين، تكميم الأفواه ما تكميم الأفواه وهالسوالف، إيش الموضوع بالضبط؟ موضوع إيش؟ موضوع خطابات يعني؟ إيه نعم، كتبت إن لا أعرف شيء عن خطابات السد والعربي وكل نادي يعبر عن رأيه، وللمرة الأخيرة أحترم السد لكن تكميم الأفواه لا أرضاه، ارتقوا في الطرح. احنا في 2015. انت بالموضوع كامل ولا تبي الخطابات؟ الموضوع مع الخطابات. الموضوع طال عمرك كان عن خلفان. عن خلفان، وللاسف في واحد اعتقد انه متعصب داز لي مسج ان انت شلون تكلم خلفان من وراء اداره نادي السد. اوكي، حصل هالشيء؟ شلون حصل هالشيء؟ لا لا حصل يعني إذا بكلم محمد غانم العلي من يعني من أصدقائي المغربين، ومستحيل إني أفكر يعني أنا يوم بغيت يوسف أحمد رحت حق محمد غانم على طول كلمته وحط سعره إنه ناوي ينباع بهالسعر، وتجاوب معانا وكان سلس وخلصنا بسعر يعني مقبول. فمستحيل أفكر يعني في محمد غانم إني أكلم لاعب من لاعبين السد، مش بحتى محمد غانم، محمد غلام، جفار راشد، كلهم يعني ربعي. فإذا باجي أبي شيء باجي من الباب الرئيسي بدخل على السد بقول لهم أبي خلفان. هذا الكلام ما صار، فأزعجني هذا الكلام، فقلت لأنه يعني للأسف أن الموضوع اللي صار مش من السد، الموضوع اللي صار الخطأ من النادي العربي. رجعوا للأساس شلون اللاعب هذا طلع من العربي، فبتعرف الموضوع. فالجماعة في نادي السد زعلوا أنه بالعكس السد هو الطرف اللي مش معني، هو الطرف المستفيد من خلفان. احنا نتكلم أنه شلون طلع من العربي، تعالوا حاسبوا المجموعة اللي كانت في العربي طلعت اللاعب. فالسد فهموها بطريقة يعني هم مسؤولين عنها. ثاني شيء، أنت تخاطب نادي العربي عن شيء شخصي فيني، تويتر خاص في أحمد الشافي، العربي شو بيسوون فيني؟ بيسكرون تويتر عندي يعني؟
سوى لهم خطاب وانا ما ادري بالخطاب. يعني من اربع ايام كان الدكتور العمادي حضر التمرين، انا كنت اتمرن في الملعب، شفتك قلت له تعال فعلا في خطابات بينكم بين الست؟ قال والله ما ادري، سمعت انه في خطاب والرئيس رد عليهم. زين هذا اللي شغال معاكم في النادي يعني ما يكون عنده خبر؟ تعال يا احمد ترى جانا كتاب كذا كذا. انت شغال في النادي فيعني انا الموضوع الاساس ما يعنيني انا. بس قلت لك قلت لك سد نادي مغدر عندي جدا، ومن اوائل الناس اللي كنت في ملعب جاسم بن حمد مع الرشيد العراقي يمكن اول واحد في الملعب يوم لعب نهائي كاس اسيا. فما نبي الامور صغيره او الامور ما نتكلم على التاريخ. بس ليش فتحت الموضوع احمد عقب هالسنين هاي كلها؟ لان فتحوا علينا باب خلفان ان احنا ناخذ خلفان ماخذينه، وفعلا الكلام ما صار. هالكلام ما صار، هذا قال لك اوراق خلفان شو يقول احمد الانصاري هذه سليمه وسالوا اتحاد الكره. سالوا اتحاد الكره طيب الرجل ما قال شيء غلط، احنا نقول شلون طلع من العربي؟ تعالوا افتحوا الباب هذا شلون لاعب طلع؟ اذا كل لاعب بيطلع بطريقه خلفان مصيبه بتكون عندنا في احمد. شلون طلع؟ شلون طلع؟ شوفوا من رئيس النادي، شوفوا من رئيس النادي، شوفوا الاعضاء من، شوف القانون اللجنة الأولمبية يقول لك إذا الرئيس وافق مع خمس أعضاء، إذا وافقوا خمس أعضاء معه يحق له. اللجنة الأولمبية ولا اتحاد كرة القدم؟ لا لا، في قانون اللجنة الأولمبية طبقة على الأندية إنه مستحيل يكون رئيس النادي صاحب الرأي الأوحد، هم تسع أعضاء، إذا اتفقوا خمسة ضد أربعة اللاعب يطلع. ارجع للتاريخ وشوف الخمسة اللي وقعوا معاه رئيس النادي العربي في ذيك الفترة. من هم؟ اسأل أنت، روح اسأل، افتح الباب. بس أنت على دراية بالموضوع أحمد؟ افتح الباب، النادي العربي اليوم انا جايك من ريان، ما اقدر اتدخل في امور نادي العربي الخاصه، بس انا غارق للتاريخ وعارف اللي صار في نادي العربي. خل نروح للجمهور مشاهدينا الكرام. عملنا لقاءات في الدوحه وشفنا لقاءات للجمهور ايش قالوا عن نادي العربي. والله اوكي حاليا وانت الف خير ان شاء الله، ان شاء الله يحقق الافضل، لان مستوى الفتره الاخيره ما كانت في المستوى الجيد بصراحه. فاحنا نبيه فوق، العربي معروف من زمان ماخذ بطولات ماخذ كل شيء، فان شاء الله يرجع العربي. والله اشوف ان مسيره العربي هالسنه احسن من المواسم اللي طافت، يعني بحضور الجمهور حضور محترفين جدد يساعدهم انهم ينافسون على الدوري او على الاقل المربع الذهبي. العربي في البدايه كان ماشي عدل، كان اللعيبه على يد المسؤوليه وكانوا يعني في المنافسه. الفتره الاخيره بدا يتعثر، لكن العربي نادي كبير ان شاء الله بعود ان شاء الله. بدايه الموسم كان العربي زين، واخر فتره الاخيره لقينا مستواه نازل شوي، فان شاء الله يرجع احسن. لاحظنا بدايه الموسم انه كان يحقق انتصارات حلوه، لكن الحين بسبب اسباب مش معلومه نزل مستواه بشكل ملحوظ يعني. واحنا يعني نطالب العربي انه يشد حيله على اساس انه بس يتم بالمربع الذهبي. احمد سمعت اللقاءات؟ صحيح. الكل قاعد يطالب. من حق الجمهور يطالب، من حق كل جمهور، كل جمهور اي نادي مش العربي، يحقق فريق يحقق نتائج، الجمهور العربي ما يلام. محمد بكري في تويتر، ليش خوخي بعلام ما يلعب في المحور ويلعب النحوي اساسي بهالشكل بنستفيد من بعلام بالشكل المطلوب؟ النحوي يوم لعب المباراه الاخيره اللي مع سليه كان عادل لامي في المباراه اللي قبلها عنده في ركبته عنده نفخ في الركبه، فتمرن معانا قبل المباراه بيومين، فالمدرب ما يقدر فكر يعطي النحوي فرصه في المباراه هذه، لكن اراء مدرب. اثبت ولا ما اثبت؟ شوف انت مجي اللاعب سنتين ما لعب ولا مباراه، يجي في مباراه في الدوري العام وضد مثلا السليه او ضد مهاجمين جيدين تحكم عليه، لعب مع مسيمير ادى بشكل جيد. مع سليه اخر الشوط الاول بعد الهدف جاته اصابه. والاصابه ترى تجي من ايش؟ من عدم اللعب. انت شفت يوسف احمد اخر اربع مباريات؟ وشفت يوسف احمد اول اربع مباريات في الدوري صح؟ ليش صار فرق كبير؟ لانك قعدت خمس اسابيع على دكه الاحتياط. فالدكه انت ليش ما ناقشت المدرب احمد؟ ناقشنا فيه المدرب ورفضنا. لا مش رفض، بالعكس هو لو كان عارف يوسف احمد عدل من بدايه المعسكر كان اختار باولينو مع يوسف وخلى بابلو في وسط الملعب، لكن ما عرف يوسف الا متاخر. مدرب جديد اقول لك ما عرف بعض اللاعبين.
زين احمد انت طلع ابراهيم الغانم ونشوفه اليوم من افضل اللعيبه حامد اسماعيل احمد فارس يعني جيل انت قاعد تتكلم عن جيل كامل طلع زين. ادري انا ما جيتهم كلهم ايه رحت على موضوع خلفان لا مش احنا فتحنا هالموضوع قبل في برنامج المجلس قلنا عشان نعرف ايش مصيبه العربي خلينا نرجع للتاريخ موضوع سهل بس انت ليش خصصت يعني صار الكلام خصيص على خلفان وبما ان في لعيبه كثار طلعوا من العربي يعني ايه اللي ذكرناهم ايه بس شوف اللي طلعوا كلهم اللي ذكرت اساميهم كلهم طالعين بطريقه عاديه وقع عقد مع نادي انتهى عقده راح عقد ثاني انا اكلمك قرار مجلس اداره في ذاك الوقت وانا كنت اذكر الموضوع كان خاطئ ما تطبق بالشكل السليم كان فقط قرار رئيس زين دوترا مستمر هالمباراتين الجايه هي فرصه قدام المحترفين الاربعه طبعا استثني بابلو منهم باولينو الثلاثه هالمباراتين مهمه بالنسبه لهم احمد سؤالي واضح دوترا مستمر لحد الان مستمر والجمهور يطالب برحيله انا ما لي شغل بالجمهور انا عندي مباراه يوم الاثنين اقنعك دوترا خلال الموسم اقنعني ولا ما اقنعني عندي مباراه يوم الاثنين لما يسمع اليوم في التلفزيون وهو قاعد ان احمد الشافي يقول دوترا راح شلون بيلعب يوم الاثنين ايش بالك فالح مستحيل اقول لك انه بيتم ولا بيروح زين في تغييرات في تنقلات ان شاء الله في تغييرات للاحسن كم لاعب مواطن احنا الان نبي الدعم اللي قلنا لك عنه اللي قال لك عنه اخوي صالح نبي دعم سوبر من الاتحاد شلون دعم سوبر دعم سوبر يستثنينا لاعبين يعطينا كرت اسود احنا ما عندنا كرت اسود هذا عارف يا اخي حالنا حال الانديه الثانيه عطنا كرت اسود لاعب جيد يلعب عندنا انور ديبه في لاعبين كلمت عنهم رئيس الاتحاد نبيهم مثل يا اخوي مسجلين ما اقدر اقول لك اساميهم الان ما عندنا فيهم خير ان شاء الله لين فالح لين اخلص لين ما اقدر اقول لك لين اخلص ان شاء الله الموضوع هذا بفتحه قدام العرب انا ما قلت لك اذا اليوم عطوك احمد الانديه بتحتاج تقول لا 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 ما يعطوني لا ما يعطوني ما يعطوني انا ابي يسويني بالانديه ابي يعطيني كرت اسود الانديه كلها عندها كرت اسود ليش ما تعطي العربي شو المشكله بعدين انا يوم صرحت موضوع متناني ما فعلا متناني كان جاي العربي اليوم كل جمهور يطالبون فيه وين متناني انت وعدتنا فيه تبيني اليوم ما وعدك اقول لك بجيب فلان اكيد ما راح اقول لك يا فلان يعني الحين ممكن نشوف متناني يجيك القسم الثاني نرجع لإدارة الجيش إذا في رغبة فعلاً من إدارة الجيش. مفاوضات. والله فيه يعني مش مفاوضات نفتح الموضوع بس هذا الموضوع مفتوح المفاوضات مفتوحة من قبل. بس أنا سمعت إنك رجعت وكلمته مرة أخرى. قعدت يا فالح. تو من الفترة يعني. لا 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 فترة بسيطة لا قعدت مع يوسف دسمال رئيس الجهاز وجبت علي سليطي كان موجود في نفس الغرفة وجبنا متناني وقال له أنت تروح نادي العربي فقط الأمر اللي جانا تروح نادي العربي. فاللاعب جانا على اساس بيجي العربي وكلموه اشخاص ثانيين للاسف اخترب الدير كامل احمد بشكل سريع ايش يحتاج العربي عشان يرجع بطوله؟ اولا الحين تكلم بناصر عن عبد الله معرفي تكلم عن عبد العزيز عن عبد الله العريمي عن عمر هذول كلهم لاعبين شباب هذول مع احترامي لهم وانا ان شاء الله اتنبأ لهم ان شاء الله يكونون من اعمده نادي العربي هذول محتاجين قائد في النص قائد ثقيل قائد ارتكاز على مستوى كبير يعني لا النادي العربي محتاج لاعب ارتكاز شفت حاليا شفت العساس في وقته ابنه واحد مثل عساس يكون رمانه الفريق احنا ما عندنا هلا تنقصنا الخبره في الوسط واليوم كره القدم مش مثل قبل دفاع اليوم كره القدم وسط يعني الحين العربي نقدر نقول محتاج في الفتره الاخيره لاعب محترف لاعب ارتكاز نعم محترف على مستوى كبير يكون بعد وخط الهجوم عندكم باولين هم من افضل رؤوس الحربه الموجوده في الدوري عندنا اليوم ولاعب بس محتاج انك توفر له الفرص كروسات صانع لعب وراه يعطي انفراد انت كل ترى كل كل اهداف شهادات فرديه انت ليش يعني اليوم نتكلم عندك بعلم تقدر تلعب في ارتكاز نفتح الموضوع يعني عندنا معسكر ان شاء الله راح نكون في ابو ظبي ان شاء الله في الشهر هذا اخر الشهر هذا ف المدرب لما فتحنا معه موضوع بعلام انه يلعب الوسط قال احمد لازم الاقي فتره توقف على اساس اذا فكرت اغير الخطه او ادز بعلام قدام محتاج وقت على اساس هم ياخذون على الخطه فمتفقين معي مواطنين محتاجين كم لاعب مواطن انت عشان انه نقدر نقول العربي يقدر يكون في المربع خلال
الفترة الجاية؟ شوف، محتاجين قلب مواطن، محتاجين في الجهة اليسرى مع مصعب يكون واحد ينافس مصعب في الجهة اليسرى، محتاجين مهاجم يكون إضافة مع يوسف، إذا جبنا ارتكاز مثلا يكون يوسف وباولينو وفي واحد يكون معاهم منافس بعد. مع أنه شوف متفائل بأحمد صالح خلفان، ترى الفترة الأخيرة ما أعطاه فرصة، عندنا محمد خلفان محتاج فرصة، فإحنا هذولا ما نبي نكسر يعني نجيب لاعبين زيادة عليهم، فمحتاجينهم يلعبون، فما نبي نزود العدد، عارف شوي شوي محترفين. خلنا نتكلم يعني عامة، واحد ولا اثنين ممكن يتغيرون في التنقلات الفترة الحالية؟ لا واحد، ما نبي نستعجل في حكمنا على. أعطيك مثال، أشكان تجي مباراة تقول هذا حرام العربي يشلونه من أفضل اللاعبين، يجي المباراة اللي بعدها أشكان هذا ما يقعد، شلون التحول الكامل؟ أنت دوتر اليوم، دوتر ما تقول لي ما يصلح، صح؟ تقول لي ما يصلح، عقب مباراة الأخوية شو تقول عن دوتر أنت؟ شو تقول؟ زين عندك الحين لحظة السؤال بس، لا لا أنت اليوم تقول لي زين دوتر ما يصلح، عقب مباراة الأخوية على طول أنت شو بتقول عن دوتر؟ جددوا معه مباراة ما أقدر ماش. لا لا لا، بس في نفس اليوم أنت جاتني تغريدات من ناس لاعب هذا ولا يطلع زين. بس أحمد سؤال أخير، عندك باولينو عندك يوسف أحمد، تبي تجيب بعد لاعب ثالث معهم؟ لا لا، أنا ما أكلمك عن لاعب مهاجم، المهاجم مش شرط يكون رأس حربة، مهاجم يكون يلعب على الأطراف نفس أشكان، إن مهاجم يلعب على الأطراف يكون بشكل جيد يعني ممكن تقريبا نقدر نقول أشكان ماشي. لا لا لحد الآن لا، بالعكس أشكان إذا بيقدم مباريات نفس اللي قدمها اللي الأخيرة اللي مع الأخوية واللي مع هذا، أشكان من أفضل اللاعبين. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام استوديونا برنامج قبل الجولة لدوري نجوم قطر، وإن شاء الله نتمنى التوفيق لفرقنا وتقديم مباريات في الجولة 14. ولكن كلمة أخيرة لجمهور الريان وجمهور العربي وجماهير الأندية، احضروا الجو زين ومباريات في نص الأسبوع، كنتوا تتعذرون في الويكند، اليوم في نص الأسبوع المباريات. والشكر خاص لأخوي أحمد الشافي، وأقول له ما عليك شر، شر ما يجيك يا صالح، بالعكس احنا جايين على ما قالوا الجماهير تبي تسأل وتبي تعرف، وفي نفس الوقت احنا جايين بعد على وعدنا من شهر 10، وعدتك اني اكون معاك وتستاهل اللي يجيك يا تستاهل خير يا ابو مبارك، وفالك التوفيق ان شاء الله في شغلك، ونتمنى لك كل التوفيق احمد، انت في نادي مثل العربي وانت قدها وقدود يا ابو مبارك، الله يوفقك ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، تقبل تحياتي وتحيات اسره تحرير برنامج قبل الجوله، فيصل زيدان، صالح حامد، طاقم العمل بقياده مخرجنا عدنان حجازي، امان الله.